بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة فيديو مميز جدا، النهاردة فيديو متنوع جدا، يتنوع بين أنواع الدواجن المختلفة وأنواع النباتات المختلفة ومزرعتنا على السطح. المميز في هذا الفيديو إن احنا سنقوم بزيارة لبيت الجد رحمه الله، المنزل الذي تربيت فيه ولي فيه ذكريات كثيرة جدا، سأحكي لكم بعض منها. ياريت قبل ما نبدأ الفيديو نحط اللايك، ويلا بينا نتابع الفيديو مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أهلا وسهلا. ثانية واحدة يا بابا، هو إيه اللي حصل في الصناديق اللي ورا دي؟ هلا؟ إيه ده؟ إيه المصدر؟ إيه ده؟ ده صندوق وقع؟ صندوق وقع. كتر خيره، كتر خيره، بقاله فترة طويلة إحنا ما جددناهوش. كتر ألف خير. وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين ده رخر هيقع اهو، ده واقع اهو. ده مكسور رخر اهو. ده ممسوك بس على حتة القماشة يعني. اه. أول ما تتفصل هيروح نازل في الأرض كده. يا سمسوم. أنت جاي يشوف هو فين اللي حصل؟ بيقول لك إيه اللي حصل؟ أه جاي يشوف أهو. هيحتاج مني شغل كتير جدا. عموما الصندوقين دولت خلاص هلغيهم. تمام، وهنجيب الصندوق ده، والصندوق ده اهو مكانهم هنا عشان نوسعه مكان، نوسعه مكان ونستغله بقى الخشب. وبيني وبينك يعني بامانه، يعني انا من كتر الصناديق بقى في ضغط شغل عليا كتير جدا. نخف صندوقين يبقى انا كده برضو خفيت من الايه، من المجهود شويه. كمان التربه بتاعتهم انا محتاجها، لان في الصناديق زي ما انت شايفه كده في منها ناقص، في منها ناقص تربه كتير. فمحتاج انا التربه بتاعتي. عموما مش ده موضوع، خلاص ده محتاج فعلا شغل كتير جدا. ده عايز اتفضى والزرع اللي فيه اتخلع سمسم قاعد لك فيه بيشوف الزرع اللي وفي كميه قماش رهيبه. ده كميه القماش والاكياس البلاستيك اللي هتطلع منه تملى البراويطه بتاعتنا. مش عايز نطلع عن موضوعنا. النهارده فيديو جميل جدا، النهارده فيديو مميز جدا. النهارده احكي لكم عن ذكرياتي، بس مش هنا بقى، في بيت جدي اللي انا اتربيت فيه. انا ومحمود، انا وام عبد الرحمن لابسين ساعتها لام محمود، ساعتها لام عبد الرحمن، يعني محمود وعبد الرحمن سواسيه، مفيش مشكله بالنسبه لي. يلا بينا على هناك واحكي لكم بعض الذكريات، بعضها مؤلم وبعضها مفرح، بعضها مخيف وبعضها سعيد. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. اهلا بيكم في البيت اللي انا اتربيت فيه. المفاجاه بقى ايه معانا هنا؟ معانا مين؟ ريكس جه معانا. ريكس جه معانا. تعالوا نفتح الباب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تعالى ريكس خش. طب يخش. اه. اهلا وسهلا بكم. انا عايز اقول لكم ان الوالد الله يرحمه كان فنان، وكان يهوى الرسم، وكان يحب الرسم جدا. طبعا لما توفى الله يرحمه معظم اللوحات بتاعته، يعني اخواتي واللي عاوز لوحه خدها، دي من اللوحات بتاعته زي ما انتم شايفين، وده الامضاء بتاعه، والتاريخ بتاعها اكتوبر 1982. هو كان الولد يحب دايما الطبيعه ويحب الرسومات ويحب يرسم الطبيعه، وخاصه الطبيعه الريفيه. وزي ما انتم شايفين برضه دي بعض اللوحات اللي استنت من عنده، هو اللي رسمها بخط ايده بالفرشه. وتعالوا معايا هنا بقى كده، دي الغرفه اللي انا كنت عايش فيها، لان زي ما انتم عارفين انا كنت ولد على خمس بنات، فكنت بنام لوحدي. طبعا قبل اي شيء انا لما خدت الحمام بتاع الوالده هربت مني حمام وطارت، وفاجئ بيها فين؟ وفاجئ بيها رجعت هنا البيت واتجوزت وجابت ذكر وعملت عش، سبحان الله، وبتخلف وبتطلع زغاليل. وتعالوا مع بعض كده اوريها لكم بالراحه، عشان لو شافتني حطيت دي الحمامه اللي هربت مني. وسبحان الله الحمام ده طائر عجيب، جيت هنا وصلت هنا وكونت عش وبتفرغ زغاليل وعملت اسره. واخواتي ربنا يبارك لهم اللي بيجوا هنا يطمنوا على البيت ويرعوه، بيحطوا لها الاكل والميه والشرب بتاعها.
اهي هي وادي الذكر بتاعها. تعال بقى نشوف الزغلول بتاعها. سبحانك يا رب. زغلول جميل وعايشة بطريقة برية، بتروح وتيجي على البيت. سبحان الله، انطلقت مني ورجعت هنا وكونت عش وبدأت تفرخ زي ما انتوا شايفين. اخواتي ربنا يبارك لهم، حاطين لهم ميه واكل على قد تفكيرهم يعني، على قد معرفتهم. وزي ما في ذكريات سعيده في ذكريات مؤلمه، ومن ضمن الذكريات المؤلمه حلم، حلم عجيب، حلم غريب جدا، حلم استمر معايا اعوام طويله احلم بيه. كل يوم بالليل احلم بحيوان كثيف الشعر، شعره لونه اسود وذنبه زي راسه، يعني مش باين له راس من ديل، هو كتلة شعر اسود. كنت طفل صغير، وهذا الحيوان يقرب علي اقوم اجري على الباب، اجري 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 وما بتحركش من مكانه، يفضل يقرب مني يقرب مني يقرب مني. تخيلوا بدا الذعر والرعب اللي كنت فيه وانا طفل. اول ما يوصل عندي اصحى منه، ويتكرر هذا الحلم مش مره واثنين، لا يتكرر لمده اعوام اعوام طويله. تعرفين اللي منعه؟ الحاجة الوحيدة اللي منعته؟ آية الكرسي. آية الكرسي. أول ما حفظت آية الكرسي وبقيت أقراها كل يوم بالليل امتنع هذا الحلم. في الحقيقة البيت هنا يعني بيت متسع، بيت جميل، ولكن معرفش طول عمري في مناطق محددة كده، عشان هو كان والدي كان عايش في الجزء ده بس، وبقيت البيت أربع أدوار مهجور كله، ما فيهوش سكان نهائي. كان دايما في مناطق كده احنا صغيرين كنا نخاف منها. انت ام محمود، انت شخصيه؟ انا كنت بخاف من السلالم بتاعتكم دي وانا طالعه صراحه. طب حاليا؟ لا، الغريبه لا. الغريبه لا، صح؟ الغريبه لما ما حدش سكنه خالص وفضى من السكان نهائيا ما بقتش اخاف منه. ده العجيب، ده العجيب في الموضوع، وده مش عارفه افسره بصراحه. نفس الشيء عندي. يعني المفروض المكان لو فيه سكان ما نخافش من المكان، ولو مفيش سكان نخاف من المكان ونقول ان الجن سكنه او حاجه زي كده، لكن مش عارف اللي حصل بالظبط. معرفش، حاليا ما بخافش منه وروحه حلوه جدا وبحبه جدا، حاجه غريبه انا مش عارف. الوالده كانت بتربي طيور، وزي ما شفت الخزانه دي كانت مليانه فراخ. الناس اللي بتقول لك ما عندناش مكان، بلكونه صغيره جدا، والوالده كانت عامله فيها خزانه دورين بالخشب، نجار كان عاملها لي. كانت بتربي فراخ بلدي للبياضه، بياضه. وكانت بسم الله ما شاء الله عليها في الانتاج غريبه الشكل. تعالوا بقى اوريكم البلكونه اللي كنت بزرع فيها، بس طبعا حاليا ما فيهاش نباتات، برغم ان ساعتها ضيقه جدا كنت حاطط فيها 33 شاليه. لما الوالد اتوفى الله يرحمه وزعت النباتات على الجيران، لان طبعا صعب جدا ان احنا نراعيها وما فيش حد موجود في البيت. وتعالوا اوريكم برضو بعض الجيران احتفظوا بهذه النباتات ورعاها وبقت جميله جدا. تعالوا. دي البلكونه اللي كنت بزرع فيها. بسم الله. بسم الله. ده في نباتات لسه والله يا ماما. شايفه بقى الجيران؟ دي نباتات الوالد الله يرحمه. وفي هنا نبات لسه موجود اهوت. ريكس بص معانا، بيتفرج على في البلكونه معانا، وبص على النباتات، وبص على النباتات. شايفين المساحه صغيره ازاي؟ مساحه ضيقه جدا، صغيره جدا. كنت ببدا من هو هنا اول، هنا رص شوالي وورا ام محمود، كان عندي 33 شجره كنت بهتم بيهم جدا، كنت بزرعهم وبحافظ عليهم. وزي ما انتم شايفين دي بعض النباتات اللي كان الوالد الله يرحمه كان بيزرعهم واحنا وزعناهم للجيران. الحمد لله صدقه جاريه على الوالد احتفظوا بيه. عاوز برضه قبل ما امشي من هنا اوريكم لوحه من اللي رسمها والدي، وهنطلعوا بقى على السطح اللي كان في الحمام بتاع الوالده. وفي شجر التين، انا اعتقد انها شجر التين، يا رب تكون حيه، لو حيه هناخدوها معانا النهارده. شايفين اللوحه دي؟ برضه امضاء الوالد رحمه الله. سبحان الله لسه حي. سبحانك يا رب. طلعت فراغ جديد.
ومطلعه ثمار جديده. لا الغريبه بقى انها بدات يعني هتطلع ثمار كمان. تخيلي. الله. سبحان الله. السنه دي على فكره السنه دي ديت انا كنت عاملها للوالده. كانت الوالده زيي بالظبط بتحب الزراعه كانت بتموت في الزراعه. ودي انا كنت عاملها لها وكانت الوالده بتربي هنا يعني مجموعه كبيره جدا من الطيور والحيوانات كانت بتربي بط وفراخ ووز وجميع انواع الحيوانات وفي النهايه في يعني في الاواخر قالت لي لا اعمل لي بقى صناديق زراعه عشان ازرع فيها نباتات متعدده. من ضمن النباتات شجره التين. ده السبب الرئيسي ان احنا جينا النهارده جينا ننقذهم شجره التين ديت من الموت. وانا طبعا اظن نزرعها في الصندوق الكبير يا معبره. مش عارفه هتخليها زي ما هي ولا تزرعها في الصندوق الكبير والله ما لا نزرعها في الصندوق الكبير. دي شجره كبيره ونشوف بقى ربنا يسهل الحال وهنشوف. تمام يلا بينا. يلا بينا. توصلت البيت؟ تعالى تعالى يا مجرم رايح جاي ورانا وفرحان ومبسوط وحاسس بسعاده. تعالى ده جبان. ايه جبان يا عادل؟ ده هو جبان. خوف خوف خوف. تعالوا هنا. خلاص يلا بينا. مجرم. قد بأي حد يعدي في الشارع. ممنوع أي حد يعدي في ريح بيتنا. لا بس يا حراسة حراسة يا حراسة حراسة ما نفتري. ده مجرم. خش يلا. ريكس. هاتها هنا ناحية الزرع يا أحسن. لا أنا هحطها في الصندوق الكبير وشجرة. جاي ميت من العطش. تعالى. ده لو خلعتها من مكانها في الوقت ده ما راح هتحطها هنا ازاي؟ هتكسر كل اللي موجود. لا في مكان ليها متسع. الصندوق بتاعها كبير. لا كويس. مكان معروف خالص. وفين ده؟ مكان مربع. كفيش. لا يكفي. انت جيت؟ تعالى انت روخر يلا. اسمع صوت مع الصوت هيطلع جري. تعالى يلا اتفرج شوف احنا بنعمله ايه. فضولي روح. اه بيبص يشوفك انت بتعمل ايه. ما فضولي روح. ده عسل سمسم جميل. عيالك فين يا سمسو؟ البت النمنمه الصغيره والولا مش فاهم. سميتها نمنمة؟ نمنمة يا منمنمة بصراحة، هي آخرها نمنمة. قد النمنمة. بسم الله. بس كده تمام كده خلاص يا مسهل الحال يا رب. الحمد لله. بإذن الله بقى تظبطها ونقلها بصورة فعلية هيتم بإذن الله في شهر 4 إن شاء الله. بإذن الله. هنا هي كده مكانها ممتاز. أظن شجرة التين شجرة دايمة تهيألي كده. اه شجرة فاكهة دايمة. شجرة فاكهة دايمة. هو أنا بصراحة زارعها يعني من روح الوالدة زي ابو فجل كده من روح الوالده. برضه شجره التين دي باذن الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان هي تبقى كويسه وتكبر
وتطرح باذن الله. وان كان احنا ما بنحبوش زراعه الاشجار الفاكهه على السطح، بس هي دي من ريحه الوالده. اعتقدنا شجر التين فعلا؟ لا شجر التين. شجر التين. كده تمام. كده تمام. اديها بس رايه بسيطه كده واسمدها بالفيرم كومبوست واظبطها. متاخرنا عليهم ولا ايه؟ طبعا الزغاليل بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، جوز زغاليل جميل جدا بسم الله ما شاء الله عليهم زي ما انتم شايفين، وال يعني دول هنقطفوهم. الاهالي باضت فعلا زي ما عبد الرحمن كده هتوريكم. في والله زغاليل تانية مع عبد الرحمن عايزين نقطفوها برضه. في زغاليل تانية عاوزين نقطفوها. في جوز هنا كمان اهو. طب احطهم في السلاكه قبل ما اجيب التانيين؟ احطهم في السلاكه بتاعت الارانب دي. وراكوا باشا لان ما بتفرقناش. دي السلم السوري. اجيب السلم واجي. مش محتاجه السلم، في ترابيزه هنا. بس عليك سوري. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. سمين دول كالبزين كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى انت كمان. لا صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. خير والله. في تاني مش هتعرف تمسك اكتر من كده بايديك. والله في تاني يا ام عبد الرحمن اهو. في جوز كمان اهو. بسم الله ما شاء الله عليك. اللهم صل على النبي. لا لا ده الدفعه المره دي ممتازه. حطوا دول في السلاكه الاول. حطوا دول في السلاكه مع اخواتهم. الله الحق. سمسم واصل. سمسم واصل. قول لي سمسم. تعالى انزل هنا اهو. يلا يا مجرم. عايز يطلع للحمام. مش فاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مجرمه رايحه فين؟ يا مجرمه تعالى ولا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الزغاليل النهارده ما حصلتش. لا كده تمام. كده بقى هنضف العشوش وطهرها باذن الله. وادي كمان جوز. بسم الله ما شاء الله. حطوهم مع التانيين. الزغاليل دي بقى مع عبد الرحمن ربنا يديها الصحه بقى في تنظيفهم وتجهيزهم. صراحه بكل امانه من اقيم انواع الدواجن اللي احنا بنربيها في بيت الحمام. انتاجيته عاليه جدا. انتاجه سريع. استهلاكه للعلف بسيط جدا. قليل. تربيته سهله اذا كان ممكن تربى في سلكات او تربى تربيه مفتوحه او تربى تربيه نص مفتوحه زي عندي كده. حاجه بسم الله ما شاء الله. قطفنا النهارده كميه كبيره جدا من الزغاليل. وعاوز اقول لكم حمام ياما رائد وفي حصى كتير الحمد لله رب العالمين. اهم حاجه بس يعني ايه؟ الاهتمام بالكلفه والتحديقه. الكلفه والتحديقه احبوب الطعام. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله.
يلا هنضربوه طعم الإضافة للزغاليل اللي احنا قطفناها. دول جوز الزغاليل الخاصين بالذكر اللاحم الفرنسي، دول بإذن الله نحتفظ بيهم عشان نجدد بيهم دم وشباب القطيع بتاعنا بنوع مميز جدا، هجيل اللحم الفرنسي مع الهمام ازاي. بسم الله ما شاء الله عليهم. تضرب؟ لا والله ممتاز، برافو عليك. عايز اقول لكم بسم الله ما شاء الله على الدجاج الساسو بتاعنا. طبعا احنا يعني احنا زي ما انتم متعودين مننا الصراحه والوضوح، احنا بعنا الدفعه الاولانيه وكان مكسبها ممتاز جدا بامانه، بكل امانه يعني. طبعا اللي بيفرع ده الصاعق بتاع الذباب عشان امنع الذباب من التواجد في المكان ده. في الحقيقه العلف بتاعي خلص، العلف الجاهز خلص، وانا حاليا بديهم تركيبه العلف اللي انا بكونها بنفسي، المكونه من الذره الناعمه والذره الخشنه والصويا، ومكونه من بودره البلاط، ومكونه من بودره السمك والرده الخشنه والرده الناعمه والسلسه والفول المدشش. يعني بسم الله ما شاء الله عامل لهم خلطه ممتازه جدا. الناس اللي بتشتكي من غير وصفان العلف، تركيبات العلف كلها موجوده عندنا في القناه، تقدروا ترجعوا لها فيديوهات قيمه جدا ازاي احنا نعمل علفنا بايدينا. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله بقى لهم كذا يوم بياكلوا من العلف اللي انا عامله، اللي هو الجاهز العلف اللي انا مكونه عندي هنا في البيت. وبسم الله ما شاء الله الدجاج اللحم الابيض مدي احجام ممتازه، والساسو بتاعنا بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا انا كنت اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احتفظ بالديك والميتين عشان ينتج منهم البيض، لكن المشكله عندنا مع عبد الرحمن ايه؟ مفيش مكان. تعالوا بقى مع بعض نشوف الاحجام اللي وصلنا لها. البيض خلاص زي ما تكون عارف. دول بقى مع الحمام، انا عايز اقول لكم بسم الله ما شاء الله التربيه المنزليه حاجه روعه جدا. فراخ ساسو لحمتها مميزه جدا، والحمام الذي لا يعلى عليه من تربيتها المنزليه باقل الامكانيات وباقل الاماكن. بدعو كل الساده المشاهدين ان هم يبداوا في التربيه حول الرمل. وننهي بقى معاكم الفيديو النهارده، اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتم بهذه المقاطع البسيطه. طبعا الصندوق وقع، مش عارف وقع ليه بصراحة، ممكن يكون القطة نطت عليه نطة جامدة، ممكن يكون الكلب، أي شيء. عموما يعني الحمد لله كل حاجة خير بإذن الله. التربة بتاعته هنستغلها في زيادة الصناديق الناقصة، الدورة السكرية هنوكلوها الأرانب، الخشب السليم الموجود هنفككه ونستفيد بيه، والأخشاب القديمة هنرميها. وأحب أني معاكم الفيديو النهاردة وأقول لكم ما تنساش أبدا من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وزوروا برضه قناتنا وفر في بيتك من نوع 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.